امبارح يعني خدنا اجازه 4 ايام، بعد كده اتمرنا امبارح والنهارده يعني. الدنيا ماشية كويس؟ بنبتدي بقى سنه سنه يعني، عشان بعد الاجازه وكده طبعا حضرتك عارف مش ينفعش يدوس في التمرين يعني. ف امبارح كان الريتم لسه، بعد كده النهارده زود شويه وهيبتدي بقى يعلى ان شاء الله يعني لغايه قبل الماتش كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هاني السنه دي بالمناسبه كلمني عن مجدي قفشه وعن متولي وعن اليو، هذا الثلاثي هو طبعا رمضان من زمان، لكن انا بتكلم على هذا الثلاثي لانه هو اللي لسه داخل في وسطكم، شايفينهم ازاي؟ لا انا يعني متولي ومجدي اعرفهم من زمان جدا، من زمان يعني. انا كنت مع متولي وهو اكبر مني بتلات سنين يعني، كنت مع متولي في منتخب الكابتن ربيع ياسين، كنا مع بعض يعني زمان، فانا عارفه كويس. لا هو لعيب كويس جدا جدا. ومجدي بقى كنا مع المنتخب بتاعنا احنا بقى سننا احنا. لا يعني الاثنين لعيبه ما شاء الله، صفقتين كويسين جدا. وقال ما كانش معاك في المنتخب؟ لا اليوم ما اعرفوش. بس هو ان شاء الله يبقى موفق يعني، هم انا متاكد ان هم ان شاء الله باذن الله هيخشوا كده كده مع المجموعه يعني. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي حضرتك عارف يعني الموضوع سهل ان هم يخشوا في وسط اللعيبه فلا انا ان شاء الله بتوقع لهم ان هم ان شاء الله يلعبوا ويكسروا الدنيا باذن الله ان شاء ممر الله. الشرف امبارح عاملين حاجه ممر الشرف كده، قعدت تضربوا فيه ولا قعدت تعملوا ايه؟ هو دايما كده لما لعيب جديد بيجي او عيد ميلاد حد اي مناسبه كده بندخلهم كده في ممر ونضربهم كلهم. وتضربوا في اي حته بقى تقعد تضرب ها؟ ليه كده؟ دي حاجه بقى انتم دي متابعينها حاجه يعني؟ بتدخل اللعيب كده في الاجواء وفي مع الفرقه يعني. ايوه زي ما حضراتكم عارفين